أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل غازي مساك الله بالخير مساك الله بالنور يا فهد حياك الله وساعة المباركة واليوم راح نستكمل حديثنا عن مجلة عالم الرياضة اه واحد إلى 15 أبريل 1981 وتصفيات كاس العالم المجموعة الثانية التي تأهلت منها المملكة العربية السعودية الشقيقة طبعا قطر مباراه قطر والبحرين في هذه المجموعه انتهت بفوز قطر 3-0 صحيح كاس العالم 82 منصور أه مفتاح اهداف قاتله في البحرين طبعا الهدف الاول جاء في الدقيقه 20 وخطا كان من مدافع البحرين عبد الله بدر ويضع الكره على يمين الحارس حمود سلطان الهدف الثاني جاء في الدقيقه 25 على قدم خالد سلمان من كره ذهبيه صنعها لمنصور مفتاح وما يعني تاخر خالد سلمان من اسكان المرمى البحريني بعد ان ارتطمت الكره طبعا بيد حمود سلطان ولم يتمكن من ابعادها عن مرمى هدف ثالث كان في دقيقه 64 تسلمها منصور مفتاح من الوسط وتقدم بها مخترقا الحاجز الدفاعي البحريني الضعيف ليجد امام امام سلطان او حمود سلطان وطبعا يقذفها بكل اتقان في المرمى قبل ان يتمكن سلطان من الارتماء على الكرة أو بعدها هدف ثالث منصور مفتاح فطبعا يقول لك أبرز ثلاث عوامل منحت قطر شرف الفوز تفكك الدفاع البحريني عدم مساندة بوشقر وشويعر لخط الوسط طبعا في التراجع أمام الهجمات والكرات العكسية وضعف فاعلية خط الوسط البحريني أنا آه هني أشوف أن المنتخب القطري كان نفس المنتخب السعودي يعني بدا الرتم مالهم يطلع يعني الناس يقولون ان السعوديه وقطر بدا مشوارهم الكروي أربعة 8 انا اقول لا من هالبطوله هذه تم اعداد المنتخبين على اعلى مستوى يعني مدربين برازيليين السعوديه مانيلي وايضا كان زقالو موجود مع الهلال في 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 الدوري السعودي وايضا قطر كان يقودهم الداهيه ايفيرستو او صانع الانجازات مع المنتخب القطري في تلك الفتره مع نجوم 81 منتخب الشباب قدر يعمل توليفة طبعا حاول يستغني عن اللاعبين القدم اتكلم عن حسن مطار اتكلم عن محمد جا... محمد غانم رماحي اتكلم ايضا عن حسن غاضي يمكن لعب وياهم هني والبطولة الخليج وبعدين ابتعد ماجد الصايغ حسين الخواجه نجوم كانوا في تلك الفتره عنبر بشير قدر يستغني عنهم وبدا يعمل توليفه يدخل نجوم القدم مبارك عنبر منصور مفتاح مع النجوم الجدد وكان وياهم ايضا حسن الغاضي كمل وياهم سنه تقريبا ومع النجوم الجدد اللي هم نجوم 81 خالد سلمان بدر بلال أه ابراهيم خلفان أه محمد عفيفه عيسى احمد أه بعد منو عادل مال الله نجوم كانوا في تلك الفتره. نعم. طبعا هني فرحه القاطرين لا توصف لا توصف هذا بعد احد الاهداف هذا يشاهد مبارك عنبر كابتن منتخب قطر. أه السعوديه سوريا 2 صفر للسعوديه هدفان قديران في المرمى السوري طبعا جاء فوز السعوديه في الشوط الثاني واحرز الهدفين سعود الجاسم سعود جاسم نجم نادي القادسيه نعم الهدف الأول, أه الاول صنع على احمد تيفاوي النيفاوي. الاول صنع على احمد نيفاوي اللي يوجه الكره براسه قويه فتصدم بالقائم الايمن ويسددها سعود جاسم في اول دقيقه من الشوط الثاني واشعل هالشيء حماس الفريق السعودي فاضاف سعود جاسم هدفا ثانيا للفريق بالدقيقه 62 طبعا عندنا العراق البحرين فازوا العراق 2 0 ارتاحت العراق فقفشت خلف خل إيه خل ارتاحت العراق طبعا عدنان عدن رجال هدف انا اذكر ان عدنان هدف جميل الهدف الاول سجله هادي احمد براسه اه والهدف الثاني سجله عدنان درجال ما شاء الله عليك فهد وفهد الدقيقه القاتله بكره مفاجئه وقذيفه بالتسعين محكمه صحيح هدف جميل جدا الاول هادي احمد ايش رايك نطلع فاصل؟ ان شاء الله ونتابع بقيه الحلقه اعزائي المشاهدين لا تبعدون خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم اعزائي المشاهدين رجعناكم بعد الفاصل وتكملت بقيه حلقتنا واحنا في البارت الاول كنا ولا زلنا مع مجله عالم الرياضه. نعم. طبعا مجله عالم الرياضه 1 ل 15 ابريل 1981 اه قطر سوريا 2-1 لقطر عامل الاستغلال اضعف الكره السوريه. طبعا اه الشوط الاول طبعا تعادل خرجوا متعادلين واحد واحد ولكن يعني اضاف الفريق القطري حصول مفتاح حط هدف جميل جدا اللي هو من فوق حارس المرمى لوب طبعا الهدف طبعا جاء في يعني سجله قطريون في الدقيقه الثامنه من بدايه الشوط نعم على الرغم طبعا من ان هذا الهدف جاء لخطا في الدفاع السوري لكن كل شيء كان مقبولا آه. هذا طبعا الهدف المبكر الشوط الاول هذا الهدف الاول للقطر اللي منصور اي آه. بعدين تعادل السوريين طبعا وبعدين اضاف آه المنتخب القطري يعني الثانيه طبعا اللي قذفها منصور مفتاح بيسرا طبعا لتاتي لخلفان ويسددها لنجد طبعا حارس سوريا برقدار اقرب فيبعدها الى ضربه ركنيه طبعا هذه من الاشياء اللي لماذا فازت قطر هذا اسباب طبعا فوز قطر استقلال ضعف في الثقه في لاعبين الفريق السوري تذبذب مستوى الفريق السوري في الشوطين اهداف المباراه الهدف الاول في الدقيقه الثامنه من الشوط الاول لقطر سجلها خلفان من كره رفعها فيفة الهدف الثاني لقطر في الدقيقه 52 ومن خطا مشترك بين الدفاع والحارس السوري حيث استلم منصور مفتاح الكرة لاتجاهته من الوسط فتقدم بها وهرب من المدافعين ووجد حارس سوريا برقدار متقدما جدا فوضعها من فوق راسه في المرمى الخالي. هذا هو أي. جميل جدا. احسن لاعبين لم يظهر هداف قطر منصور مفتاح في حالة الجيده على الرغم من طبعا خلوه من الرقابه في حالات كثيره ولا حتى القاضي فكان ابراهيم خلفان متميزا ومعه مبارك عنبر وكان افضل ما في الفريق السوري لاعبه انور عبد القادر وجهاد محمد في الشوط الاول من المباراه. السعوديه فازت على البحرين 1-0 يعني كانت مباراه صعبه. سعود جاسم اعتقد. كافح البحرينيون وخسروا طبعا بشرف. صالح خليفه. اها. اي. يعني استطاع طبعا كان ضغط شوفوا سجل ستة 76 الى ان يبادر الى احراز اهداف عندما رفع الظهير الايمن الغراب والنشيط في الدقيقه 76 كره ولا احلى وضعها براس قدمه صالح خليفه في الزاويه الضيقه اليسرى وهو في باب المرمى البحريني ولم يستطع حمود السلطان ان يفعل شيء امامها الا انه مع ذلك كان النجم المطلق في المباراه فلقد انقذ حمود عده كرات وعده فرص صالح خليفه اللي سجل الهدف طبعا العراق سوريا 2 واحد للعراق هدف الفوز العراقي جاء بلمسة يد هني طبعا طبعا الهدف الاول للعراق جاء نتيجة خطأ مشترك بين الظهير الايسر والحارس نافع عبد القادر عندما استلم نزار اشرف كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء وضعها في المرمى وصلنا التجوري ابو غازي التجوري صورة طبعا الشيخ احمد الحمود يعلن مباريات الانديه العربيه اللي هي طبعا اعلن الشيخ احمد الحمود النائب الثاني الاتحاد العربي لكره القدم جدول مباريات بطوله الانديه العربيه ابطال الدوري الذي اقر الاتحاد العربي في اجتماعه بالرياض طبعا وهذا الجدول يعني في تلال من اليمن والاهلي من دوله الامارات نصر السعوديه مورتيد الصومال شرطه العراق يعني بلدية طرابلس ليبيا الجيش سوريا العربي من الكويت والسد من قطر والنجمة من لبنان والأهلي من الأردن. طبعا ما شارك فيها النادي العربي ما لعب إذا لعبت البطولة النادي العربي ما لعب يعني في البطولة هذه آه الشيخ أحمد الحمود رئيس اتحاد نائب رئيس اتحاد الكويتي كرة القدم أيام العصر الذهبي ونائب رئيس اتحاد الكويتي في ونائب ثاني الاتحاد العربي. ثمانية 78 كرة تقريبا مع الشيخ سلمان الحمود. ايضا آه 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 صار رئيس آه اللجنه الاولمبيه الكويتيه اعتقد في فتره من الفترات في 86 تقريبا اعزائي آه المشاهدين مع الصوره الجميله الشيخ احمد الحمود نصل لنهايه حلقتنا لا يسعني في نهايه الحلقه الا اني اشكركم على المتابعه واشكر زميلي فهد عبد الجليل الى نلقاكم أن, ان شاء الله في حلقات قادمه ومع السلامه